شعيرة تنظيف شوارع بغداد، شعيرة شيعية قبيحة. يقوم مجموعة من الشيعة يرتدون السواد وينامون على بطونهم في شوارع بغداد الأسير، ويزحفون ببطونهم وثيابهم على الأسفلت وكأنهم ينظفون شوارع بغداد. وإياك إياك أن تنكر عليهم مثل هذه الشعيرة، يتهمونك بأنك مبغض لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما مسح الشيعي ببطنه أكثر يكون الأجر أكثر، لأنه يزحف إلى القبر المنسوب إلى الحسين رضي الله عنه بكربلاء، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. شعائر حسينية أم وساوس شيطانية؟